يتنقل جيدا في هذا الموسم اصطدم بصلابة مولودية بجاية داخل الضيق، والتي لعبت من دون عقدة وبادرت للهجوم منذ بداية الدقائق الأولى. المحاولة والأخرى وجدت حارسا كبيرا كان في يومه اسمه سي محمد سيدريك. وفي الدقيقة 32 تم فك الشفرة من قبل بولعنصر على الجهة اليمنى، وبفتحة دقيقة تجد رأسية يطو ليسجل الهدف الأول في المباراة وسط فرحة أنصار المولودي. بعدها وبدقائق فقط يطو يعيد الكرة ويسجل هدفا ثانيا بنفس الطريقة تقريبا وبرأسية مثل ما فعلها في الهدف الأول. في الشوط الثاني بولمدايس حاول أن يقلص النتيجة لكنه لم يستطع، إلى غاية ارتكاب مخالفة على سايح والحكم بشاري يصفر ضربة جزاء. ضربة جزاء تولى تنفيذها بولمدايس على مرتين، في المرة الأولى الحكم بشاري صفر وطلب إعادة الضربة، والمرة الثانية أخطأ فيها بولمدايس الشبك، لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين دون رد لصالح مولودية بجاية.